موهبة تدشن أولمبياد إبداع بمشاركة 48 طالبا و54 طالبة. ومعنا في هذا المساء نجارة سعودية تروي تجربتها لأهل هذه الموضوعات بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة تشاهدونها هذا المساء في أهل. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع نذرت نفسها للاحتفاء بالمواهب السعودية وتقديمها وإعطائها الفرصة الكاملة لإبراز ما لديها. اليوم بدأت المؤسسة أولمبياد الإبداع، والتفاصيل الكاملة على شاشة يا هلا، ولكن بعد هذا التقرير. من أهم المسابقات العلمية التي تساهم في تنمية ودعم قدرات الطلاب المبدعين هي مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والتي تقوم على أساس التنافس في المجالات العلمية من خلال تقديم مشروعات علمية وفق معايير علمية محددة، بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى. ويعد الأولمبياد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل عليها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم. ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمية روح الإبداع للمشارك وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، ويجري تحكيمها من قبل نخبة من الأكاديميين. واحتفاء بتلك الإنجازات والإبداعات، تنظم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر فبراير لعام 2018، معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطنية للإبداع العلمي إبداع 2018، والذي يتنافس فيه 48 طالبا و54 طالبة من موهوبي الوطن، ولقد تقدموا ب102 مشروع للفوز بجوائز الأولمبياد. للحديث حول هذا الأمر يسعدني أن ينضم معي في الاستوديو المشرف العام على إدارة المسابقات بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور عبد الرحمن القويزاني. دكتور حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك يا أخي الكريم. الحقيقة اسمح لي يعني باسم المؤسسة ومن سويها أشكر القناة، قناة روتانا، يعني من اليوم بدأوا بالتغطية الحقيقة الكبيرة لهذا الحدث،
وأشكر حضرتك شخصيا وجميع القائمين على البرنامج. شكرا لك أبد دكتور، أنتم تستاهلون بصراحة. وأنا أذكر أننا في البرنامج ما هي المرة الأولى، يمكن مرتين سابقة أو ثلاث احتفينا بمواهب سعودية استطاعوا أنهم يحققوا منجز في الأولمبياد العالمي، اللي يمكن الأولمبياد اليوم هو واحدة من خطواته. صحيح. فهذا يعني شيء من واجبنا. على كل حال الأولمبياد ابتدأ اليوم. نعم. ليتك تضعنا في الصورة أولا، خلينا نأخذ الصورة التاريخية إذا تسمح لي بما أنها في الموسم الثامن. طبعا الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي هو مسابقة علمية سنوية يعني مفتوحة لجميع طلاب المملكة في التعليم العام. الطالب يستطيع أن يشارك بمشروع ابتكاري أو بحث علمي من خلال منصة إلكترونية تقيمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم، ثم بعد ذلك تتمر هذه المشاريع عبر مراحل فلترة كبيرة جدا وتحكيم دقيق حتى نصل لهذا المستوى اللي هو الأولمبياد الوطني. وأنا طبعا غردت اليوم بتغريدة أن هذا يعتبر أكبر تظاهرة علمية فريدة على مستوى المملكة، وأدعو الجميع الحقيقة المشاهدين الحضور المعرض إن شاء الله بكرة مفتوح لجميع الزوار من 4:30 إلى الساعة 7:30، وأيضا يوم السبت الصباح فترة أيضا متاحة للجمهور يستطيع أن يحضر يشوفون مشاريع طلابنا اللي أزعم أنها تضاهي كثير من أبحاث درجتي الماجستير والدكتوراه. جميل، وأنت يعني أزعم بثقة حقيقة بل جزم وليس زعم، لأنه فعلا المواهب اللي استضفناها في الاستوديو اللي فازوا عالميا كان عندهم أبحاث قوية جدا إذا كتب لها التوفيق مستقبلا. المكان وين بس للي يبغى يزور المعرض؟ طبعا السنة هذه المقر هو جامعة الفيصل، والحقيقة يعني مقر جميل، و بدأنا اليوم بتركيب اللوحات، يعني شارك الطلاب كلهم اليوم الحمد لله موجودين بتركيب لوحاتهم. غدا يبدأ إن شاء الله التحكيم من الصباح الباكر وينتهي بعد قبل صلاة الجمعة إن شاء الله، ويكون يوم السبت إن شاء الله الحفل بتشريف ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. ما شاء الله تبارك الله. طيب الحفل اليوم اللي يفوزوا هم يتأهلوا لإيش؟ للأولمبياد العالمي مباشرة ولا في مرحلة قبلها؟ طبعا احنا في موهبة يعني نؤمن أولا بالقدرات الوطنية. جميل. وبالتالي طلابنا في التعليم العام يعني لا ينقصهم سوى التدريب المحترف، وبالتالي إذا كنا ننشد الجودة لدى الطلاب والطالبات ففقط يعني توفير تدريب محترف لطلابنا نصل بهم إلى يعني أبعد مدى إن شاء الله. احنا في موهبة فتحنا باب التسجيل في شهر جون وكان وصل التسجيل إلى 76 أكثر من 76 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة. ما شاء الله تبارك الله. تمت فلترة هذه الأعداد حتى وصلنا اليوم إلى 102 فقط مشروع من هذا العدد الكبير. من 102 راح يتأهل 27 مشروع هم يمثلون منتخب المملكة في الأولمبياد الدولي في أمريكا اللي عمره أكثر من 60 سنة، السنة دي يمكن يكون 67. طلابنا طبعا يتنافسون يعني وتتاح لهم فرصة السنة، لكن إذا كان لازال هو طالب في التعليم العام يستطيع أن يشارك في صحيح. السنوات القادمة، لكن يجب أن يطور مشروعه، ما يجوز أن يشارك في نفس المشروع. وطبعا احنا من هذه المشاريع الحمد لله يعني من ابرز الانجازات اللي حققها يعني طلاب المملكه عندنا طالبين يعني سميت كويكبات باسمهم، ومن يعني مؤسسه عريقه في وكاله الفضاء الدوليه اللي هي ناسا. تذكر اسمائهم دكتور؟ طبعا هي فاطمه للشيخ مؤخرا العام الماضي، وعندنا ايضا عبد الجبار الحمود سميت يعني كويكبات باسمهم. ايضا عندنا طلاب خذوا يعني عبد الجبار الحمود. ايوه هم عفوا دكتور اختيار اطلاق اسمائهم على الكويكبات نتيجه ان ابحاثهم في هذا المجال. نعم. هو طبعا وكاله الفضاء ناسا ابحاثها متعدده يعني ليست فقط في الفضاء يعني حتى في الهندسه في علوم علم المواد في البيئه، لكن طلابنا بنظر النظره لتميزهم رشحوا لهذه الجائزه. جميل. بل بالعكس يعني عبد الجبار رشح لانه يحضر يعني تكريم من قبل جائزة نوبل، وهذا طبعا إن شاء الله هدف يعني من أهدافنا في المؤسسة أن يكون في يوم من الأيام طلاب عندنا إن شاء الله يحصلون على جوائز دولية بقيمة جائزة نوبل إن شاء جميل. الله مستقبلا إذا أحد راح يدرس هذا الكويكب حيدرسه باسم خلاص فاطمة آل الشيخ أو عبد سجل باسمه. أي والله هذا شيء تحفيزي كبير يعني جدا يعني أكثر من 50 مليون سنة يعني ما شاء الله. طيب دكتور وش أبرز المجالات العلمية اللي يتم التنافس فيها في هذه في هذا الأولمبياد؟
طبعا المجالات العلمية هي 22 مجال. أي. تتنوع طبعا في 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 علم المواد، في الكيمياء، في الطاقة، في الفيزياء، في الأحياء، في الطب، في الهندسة بفروعها، كل ما يختص بمجالات العلم، في الرياضيات، في السوفت وير، في الروبوت. مجالات علمية كثيرة، يعني متاحة تقريبا أغلب المجالات المعروفة العلمية متاحة. وعلى فكرة حتى في السوشيال، يعني حتى في الأشياء الاجتماعية في برضو مجالات، يعني ممكن الطالب يشارك بحث اجتماعي وعندنا ويقبل ضمن الأبيات العلمي. يقبل، إيه نعم يقبل عندنا. ما تشوف أنه هذا ممكن يكون في تجاوز لفكرة الأولمبياد بما أنه خاص بالعلمي؟ بالعكس، لأنه بحث علمي في النهاية، هو بحث علمي إذا 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 يعني كان طبقت كل معايير البحث العلمي، سواء البلان اللي هو السيرش بلان والأبستراكت وكان في أصالة وفي يعني في فرضية وفي برهان، بالعكس يعتبر بحث علمي وجدير. وحتى في آيسف اللي هي الأولمبياد الدولي أيضا فيه المجالات الاجتماعية. طيب جميل الدكتور، وش دور مؤسسة موهبة في هذا الجانب؟ أنتم تدربوهم بعد فوزهم ولا مدارسهم اللي تتولى الموضوع؟ وش دوركم بالضبط؟ والله شوف طال عمرك، احنا بيننا وبين الوزارة في لجان مشتركة. جميل. نقوم بالتنسيق على يعني أبعد مستوى بحيث أن احنا نصل للطالب. أول شيء يعني طبعا ندرب تدريب إلكتروني، هذا التدريب فيه عدة حقائب عن طريقة البحث العلمي، منهجية البحث العلمي، نماذج من الأبحاث المميزة، نماذج من الأبحاث يعني الأقل. الطالب المفروض أنه يقرأ ثم بعد ذلك يكون له فكرة ويتتبلور عنده فكرة. احنا في الصيف عندنا برامج يعني إثرائية تقيمها المؤسسة، يعني ينتج من هذه البرامج الإثرائية يعني 50% من هذه البرامج فيها برامج بحثية. يقوم الطالب أيضا بصناعة فكرة من هذه البرامج، يستطيع أن يسجل مشروعه فيها. بعد ذلك كل ما قلت الأعداد كل ما زادت الرعاية وزاد التدريب. جميل. يعني كل ما قل العدد كل ما زاد التدريب، يعني الطلاب المرشحين هذول دربناهم تدريب مكثف اللي هم المية والاثنين. المية واثنين أيضا المرشحين من 27 اللي بيفوزون إن شاء الله بيكرمهم يعني سمو الأمير، راح ندربهم تدريب أيضا مكثف بالتعاون مع مشكات، راح يكون هو المقر التدريب. جميل. التدريب راح يكون مستمر، كل طالب راح يكون له منتور أو مشرف يتابعه في بحثه. طبعا في معايير دقيقة جدا، يعني مثلا الطالب لما يدخل مختبر يعني هناك فورمز لازم يعبيها، نماذج لازم تكون صحيحة، لا يمكن أنه يستخدم مثلا دم أو يعني يسوي تيست بلد إلا لازم يكون في معايير معينة، ما يستخدم الإنسان أو الحيوان في بحثه إلا هناك معايير يعني تسمى أخلاقيات البحث العلمي. جميل. لو لا سمح الله فشل في نقطة من النقاط البحث كله يلغى، وبالتالي يعني احنا صحيح عندنا شوية معايير صعبة، لكنها الطالب نزعم يعني احنا في موهبة ان احنا نؤهل طالب ان يكون باحث في المستقبل. وعلى فكرة يعني طلابنا والله الحمد نتيجة لهذا الأولمبياد الرائع عندنا أبحاث منشورة في مجلات علمية مرموقة. عظيم. وأكيد حضرتك تعرف يعني صعوبة النشر في مجلات علمية. عندنا طلاب الحمد لله، يعني الشهر الماضي عندنا طالبين فازوا ببراءة اختراع من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، يعني عدد براءات الاختراع اللي الآن قدرنا يعني من طلابنا يعني هم تقريبا 8 براءات اختراع. يعني الحمد لله يعني عندنا طلاب الآن في هذا المستوى من العمر يستطيع أنه ينشر بحث علمي وأيضا يستطيع أنه يقدم على براءة اختراع. صحيح. نتوقع أن هذول إن شاء الله يكونون في يوم من الأيام هم قادة المستقبل بإذن الله. إحنا نتكلم على أكبر واحد أو واحدة 18 سنة تقريبا، هذا بالضبط. أكبر يعني ثالث ثانوي. طيب الدكتور بعد الفوز، يعني أنا أذكر أنه استضفنا هنا مجموعة من اللي فازوا على مستوى العالم. نعم. إيش كيف تتصرف موهبة أو المؤسسات التعليمية عندنا أو التقنية أو العلمية حتى مع أبحاثهم اللي فازت؟ هل يساعدونهم على تطويرها إلى مشروعات واقعية حقيقية ولا يقف الدور أنه فازوا خلاص؟ شوف طال عمرك كلام، أنا ما ودي أقول كلام فلسفي، يعني الأكاديميين يحبون الكلام. شوف بصراحة موهبة نجحت لأنها ركزت على هذه المرحلة العمرية. احنا في موهبة نركز على مرحلة التعليم العام. موهبة تقوم باكتشاف ورعاية وتأهيل ثم بعد ذلك منافسة وإنجاز لطلبة التعليم العام. أكيد أن فيه مؤسسات أخرى في المجتمع يجب أن تقوم ب يعني خلنا نقول
بإكمال هذه السلسلة. تبغى تقول إذا انتقلوا للتعليم العالي؟ طبعا احنا الآن عندنا برنامج موهبة يعني بشراكة مبروكة بيننا وبين الوزارة اللي هي 1000 مبتعث. حلو. وعندنا الآن في موهبة يعني نسعى جادين من خلال برامج كثيرة تسويها الآن، من ضمنها برنامج اسمه برنامج التميز، أن احنا نأهل طلابنا للقبول في أفضل 50 جامعة في التخصص في العالم. يعني ما نبي طالب يعني يجيب قبول من أي جامعة، لازم تكون من أفضل 50 جامعة في العالم. جميل. وغالبا احنا لما يعني نركز في مثل هالمجهود، الآن عندنا الآن الموجودين في 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 جامعات العالمية احنا عندنا أكثر من 1000 طالب حاليا مبتعثين. طبعا هذول إن شاء الله بيرجعون، أكيد إنهم يعني إن شاء الله بيكون لهم يعني احتضان كبير. احنا أيضا عندنا شراكات يعني مقصودة بيننا وبين بعض الشركات مثل أرامكو، سابك، جامعة الملك عبد الله، جهات كثيرة بصراحة ما أبغى أحصرها، لكن هذه الجهات في تعاون بيننا وبينهم، حنا نأهل طلابنا للتدريب، أيضا الجهة تبتعثهم من أجل تخصص معين. صحيح. أنا أذكر العام الماضي لما استضفنا الطالبات الفائزات، نعم، كان في بعضهم معروض عليهم إما بعثة أو جامعة الملك عبد الله لاستكمال يعني التخصص المناسب لبحثهم. طيب دكتور، أرجع لقضية 1000 مبتعث إذا تسمح لي وفكرتها، لكن أبغى أستكمل المحاور المهمة فيما يتعلق بالأولمبياد. أنا ما أبغى أصنع قضية في الموضوع، ولكن أنا لاحظت أنه أغلب اللي يتميزون إن لم يكن كلهم من طلاب المدارس الأهلية، من طلاب وطالبات المدارس الأهلية. هل الموضوع فعلا عندنا مشكلة في المدارس الحكومية ولا لا؟ والله أنا ما ودي أقول كلام طال عمرك، لكن هذا كلام غير صحيح. إحنا عندنا طلاب حتى في تحفيظ القرآن. ممتاز. يعني أنا أقوله من منطلق المواهب اللي أنا حاورتهم. يعني أنا استضفت 4 مواهب العام الماضي كلهم مدارس بس أهلية. بس خلني أقول لحضرتك، هو في بداية الاكتشاف يكتشف الطالب في قريته، في هجرته، في مدينته، في مدرسته. لكن من أجل توفير رعاية أفضل، فإحنا نضع الطالب في خيارات، يعني إحنا نقدم منح للطلاب. فلما نقدم منح، المدارس الحكومية مجانية. لكن لما نقدم منحة فهي تكون في مدارس يعني أهلية. فبالتالي هنا تبدأ الرعاية، رعاية الطالب في مدارس أهلية، لأن احنا مدارس الأهلية نقدر أن احنا مثلا نوفر فصل خاص للموهوبين بالكوريكولوم اللي هو المنهج الخاص فينا أيضا، بالمعلم أيضا الخاص بالمنهج اللي يطبقه. الآن السنة هذه كان بيننا وبين معالي نائب الوزير الدكتور عبد الرحمن العاصمي لقاء بأن احنا نطبق نفس التجربة في فصول موهوبين لمدارس الحكومة. جميل. التجربة هذه قد أنا يعني ما أقدر أكذب أو أقول كلام وعود، لكنها قد إن شاء الله تلامس الواقع في خلنا نقول في السنة القادمة. ممتاز. لكن بكل صراحة يعني الموهوبين الآن موجودين يمثلون 14 إدارة تعليمية وكثير منهم من المدارس الحكومية، لأن أصلا البول اللي إحنا نستخدمه ليس بول المقياس الوطني، إحنا نستخدم يعني أي طالب، يعني المنصة مفتوحة ما دام في سجل مدني سعودي، وعلى فكرة حتى غير سعودي له نسبة 5% ممكن غير السعودي يسجل. إيه؟ بس أهم شيء يكون نظامي، التعليم عام، عمره وكذا. أي إنسان يقدر يسجل، فإحنا ما نحرم الفرصة من أي إنسان. على فكرة حتى الطالب اللي يفشل السنة دي لا سمح الله، السنة القادمة لو كان أيضا تنطبق عليه المعايير يقدر يسجل، يقدر يقدر. لكن بصراحة مثل ما قلت لك، هي فكرة المدارس الأهلية هي فيها أيضا تركيز، وليست كل المدارس الأهلية أيضا عشان ما نسوي تسويق يعني. لا لا، هو مو تسويق، هي ملحوظة يعني أنا لاحظتها، فحبيت أني أستفسر منك، لأنه أنا إذا كنت مطلع على 4 ولا 8 مواهب، نعم، فأنت ما شاء الله مطلع على 76,000 موهبة. بالضبط. وبالتالي تقدر تفيدنا في الموضوع. بس في المدارس الأهلية أنا قلت لك يعني اختيارها ليس فقط لأن الطالب كان موجود، إحنا نعطي منح للطلاب، يعني إحنا عندنا برنامج اسمه الشراكة مع المدارس، إحنا نعطي منحة للطالب. منحة كيف دكتور؟ يعني مثلا طالب وصل للسادس ابتدائي هو موهوب، تنقلون لمدرسة أهلية مهيئة؟ يعني مثلا احنا الآن عندنا شيء اسمه المقياس الوطني للتعرف على الموهوبين. جميل. متاح لطلبة الصف الثالث الابتدائي، السادس ابتدائي، الثالث متوسط. الطالب لما يختبر المقياس الوطني اللي تنفذه يعني مركز قياس هو اللي ينفذ الاختبار، ايه؟ جاب الدرجة المطلوبة، ايه؟ يعطى منحة من المؤسسة لي يعني المدرسة الأهلية القريبة منه. الأهلية، لأنه أنتم متفقين معهم على توفير الاشتراطات اللي تبغونها. بالضبط. يعني إحنا الفصل إحنا اللي نشرف عليه، المنهج حلنا اللي نشرف عليه، والطالب يجب أن يتعلم الكوريكولوم اللي نضعه نحن. ممتاز. لأن هذا كلفنا ملايين. ونفس الموضوع حتطبقوه الآن في المدارس الحكومية. بالضبط. طبعًا أنتم اخترتوا الأهلية لسهولة التعامل في الموضوع. لسهولة التعامل، وأيضًا يا طول العمر يعني المدارس الأهلية من السهل جدًا إنك تتحكم أيضًا في المعلم. المدارس الحكومية قد يعني يصعب انه يعني كان في السابق يصعب انك تتحكم في المعلم، لكن الآن يعني مع الاتفاقية الجديدة
وإن شاء الله سترى النور قريبا إن شاء الله. ما أدري متى، ليتك تخصنا فيها إذا صار الموضوع مكتمل. أكيد يعني أكيد، بس إحنا إن شاء الله إن شاء الله يعني نقدر نقول إحنا جلسنا مع الوزارة في إقبال الآن أن تطبق فصول موهوبين في جميع المملكة. جميل جدا. طيب أرجعك لفكرة الألف مبتعث دكتور، الآن هذه البعثة خاصة فيكم في موهبة بعيدة عن برنامج الابتعاث المعروف؟ لا، هي نفس منحة خادم الحرمين. إيه؟ ولكن خصصت الوزارة مقاعد، ألف مقاعد وضعت موهبة هي التي يعني ترشح للطلبة المبتعثين. احنا طبعا عندنا جهات كثيرة للابتعاث، وعلى فكرة يا أستاذ مفرح احنا طلابنا لا يجدون صعوبة أبدا أبدا في القبولات. يعني احنا عندنا، انا الان اكلمك وعندي الان 14 طالب في الام اي تي اللي هي تعتبر من اعرق الجامعات، يعني فيها اكثر من 200 دكتور حصل على جوائز نوبل ما شاء الله، في الستانفورد، في كامبريدج، هارفارد، ارقى الجامعات طلابنا الان موجودين فيها. جميل. احنا عندنا طلاب يحصلون على قبول وهو في ثاني ثانوي، عندنا طالبات وطلاب حصلوا على اكثر من 10 قبولات في اعرق الجامعات. احنا ما عندنا مشكله في القبولات، احنا طال عمرك همنا هم اي مواطن سعودي ان هذا المواطن لما نبتعثه يبغى يرجع يخدم بلده في تخصص، يا سلام، اللي يفيد ايضا بلده. فبالتالي لما جاءت الوزاره واتفقنا معهم على اساس ان في تخصصات في البلد يعني نادره وبصراحه يعني عميقه جدا في تخصصات معينه، يعني ما ابغى اذكر امثله لكن بكل صراحه احنا عندنا تخصصات يعني شبه مفقوده. هات سمعنا. يعني مثلا في الطاقه النوويه مثلا، نعم، ما عندنا تخصصات خلينا نقول عميقه بهالعمق هذا موجوده في كثير من التخصصات، حتى يعني في الاداريه والعلميه، في الطب ايضا. فبالتالي لما نجي احنا طال عمرك نستغل استغلال امثل لهذه المهارات عند الطلبه الموهوبين ونوجه الطلبه بحسب ميولهم طبعا، يعني ما نجبر الطالب على تخصص معين لكن حسب ميولهم، لكن احنا نختار الطلبه الانسب لهذه البعثات، احنا نساهم الان في بناء البلد. ما اقول لك يعني ان الابتعاث يعني بكل صراحه يعني ابتعاث هي خطوه مباركه من 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 يعني من اول ما بدات البرنامج الابتعاث للبرنامج خادم الحرمين، وهي خطوه مباركه. لكن فكره الوزاره ان تجعل الموهبه هي التي ترشح الطلبه للتخصصات المعينه. واحنا الان بكل صراحه يعني عندنا تعاون مثل ما قلت لحضرتك مع جامعه الملك عبد الله، احنا نرشح ايضا بسابك عندهم برنامج ابتعاث، ارامكو ايضا، شركات كثيره يعني الان تلجا لنا، على فكره حتى جهات حكوميه، يعني جهات حكوميه تروح الموهبه تقول لو سمحتوا نبغاكم ترشحوا لنا كذا طالب نبعثهم احنا على حسابنا، بس نبغاكم ترشحوا لنا الطلاب مين المميز عندكم في التخصصات المعينه. وهذه ان شاء الله بتكون يعني نقلة جيدة. والله هذا حديث مبهج جدا يا دكتور، يعني أنا على إعجابي الكبير بموهبة إلا أني أزداد إعجاب بكل هذه التفاصيل اللي أنت جالس تذكرها، لأنه بالفعل هذه تضعنا في مرحلة مختلفة تماما لا تشبه ما قبلها، وأظنها يعني ستتفوق يعني في القادم القريب. هذا الأولمبياد علمي، ويبدو أن موهبة تتجه أيضا إلى المواهب العلمية، ماذا عن المواهب الأدبية دكتور، لها نصيب في اهتمام موهبة أو لا؟ والله طول العمر طبعا احنا في يعني موهبه منذ انشائها كان الملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه وضع في نصب اهتمامه فكره ستيم اللي هي ساينس تكنولوجي انجينيرنج ماث. اوكي، هي مؤسسه على هذا، هي الموهبه والابداع. وجدنا في ذاك الوقت يعني طبعا ما كنت انا في عشان ما يعني اضع نفسي في نقطه حرجه، لكن في ذاك الوقت مسيرين المؤسسة وجدوا أن المجالات الأخرى اللي تتكلم عنها حضرتك اللي في الآرت مثلا كانت مخدومة بشكل أو بآخر، كانت مخدومة. وعلى فكرة يعني ترى احنا في السعودية يعني أتكلم معك بصراحة مطلقة، احنا في السعودية بلد كبير، بلد متعدد الثقافات، متعدد البنى خلينا نقول والتضاريس، فمن السهل جدا أنك تجد لكل هواية روادها و يعني عشاقها. يعني هواية مثلا خلنا أقول لك البايكس، هذول تلاقون لهم جمعيات خاصة ولهم ومنشئين لهم جروبات وشغل، فالبلد توفر كل أتوقع المناخ المناسب. لكن طال عمرك احنا يعني الرؤية الوطنية الآن احنا نسابق الزمن، من أجل أن نسابق الزمن يجب أن نركز. احنا مشكلتنا بكل صراحة في موهبة لو فتحنا هذا الباب، اولا موهبه ليست يعني خلينا اقول لك يعني طريقتها في صنع الابداع والمواهب، يعني قد نختلف عن غيرنا ان احنا لا احنا نبدا بطريقه قد تكون بطيئه ولكن هي اسرع طريقه.
احنا لا يمكن نبدا يعني احنا الان لنا 3 سنين واحنا نبني اولمبياد الحاسب، الى الان ما بدينا. السنه دي اول مره راح نشارك ان شاء الله في اولمبياد الحاسب في اليابان كمراقبين، الى الان ما بعد نهي كمشاركين فعليين كمراقبين بنروح بدون طلاب. متى ممكن يشارك الطلاب؟ 2019 بنشارك اول سنه ان شاء الله. انتم واضعين هذه الاستراتيجيه من 3 سنوات بدينا نخطط، لكن احنا لو بنبدا برنامج في الارتس يعني مثل الفن والادب والرسم وكذا، هذه يبغى لها خطه استراتيجيه من قبل يعني خلينا نقول لك البلد. اذا كانت الدوله فعلا مهتمه في هذا المجالات في هذه المجالات، اتاكد ان موهبه ستكون هي الضلع الاساسي في هذه المعادله باذن الله. والله احنا نعول عليكم كثيرا دكتور. بترك لك مساحه اخيره، بطلب منك انك توجه فيها الكلمه للمواهب السعوديه، الموهوبين والموهوبات من الطلاب والطالبات، وش تقول لهم؟ شوف بصراحه طال عمرك يعني انا بتكلم يعني بشكل يعني قد يكون مختلف. تفضل خذ راحتك. احنا طال عمرك في عمري انا الزمني انا كنت اتمنى في وقت من الاوقات تكون مؤسسه بهذا الشكل تتبنى المواهب. بكل صراحه يعني موهبه انا ما ابغى اتكلم عنها كمؤسسه يعني قويه وتقوم بدورها العملي في المجتمع وكذا، لا. احنا مؤسسه وطنيه تخدم الوطن كما كثير من المؤسسات تخدم الوطن، ولكن من اجل رعاية الموهوب أنا أرجو من يعني كثير من المؤسسات مثل الجامعات مثل الشركات الوطنية البنوك المؤسسات الاجتماعية أدعوهم جميعا يعني إلى الالتفات نحو أبنائهم وبناتهم. إذا كنا ننشد يعني المستقبل خصوصا الرؤية الوطنية الآن أصبحت يعني ليست حلم هي حقيقة، إذا كنا ننشد هذا الشيء فمن أجل أن تصل لهدفك بسرعة فأرجو أنكم يعني توفروا لنا رعايات كثيرة يعني لطلبتكم الموهوبين. بصراحة أستاذ مفرح يعني أنا يؤسفني أن أقول لك أن 102 اللي مترشحين، أنا كان ودي 800 ودي 1000 اللي يكونوا موجودين اليوم، لكن بكل صراحة لا يوجد عندي أنا إمكانيات بشرية ومادية تغطي كل الموهوبين. جميل. ترى احنا نخدم فقط يعني 0.5%. أنا أتمنى أنه هذا الصوت الوطني الصادق أنه يصل لكل المؤسسات وأنها تتعاون معكم ونشوف العدد أكبر بإذن الله تعالى. الله يطول عمرك. دكتور شكرا جزيلا لحضورك معنا في يا هلا، وشكرا لكل هذا الفرح اللي أنعشتنا فيه. الله يجزيك خير، وأنا اللي والله أشكركم وأتمنى أن يكون يعني ضيف خفيف. كنت ضيف ثري جدا. شكرا لك يا دكتور. شكرا للدكتور عبد الرحمن. للأمانة راح نقولها والله العظيم أنه لا فيها مبالغة ولا فيها مجاملة، اللي شفناه وعايشناه ولمسناه من مؤسسة موهبة في دعمها للمواهب واهتمامها وتقديمها يستحق أن نراهن عليه كثيرا وأن نحييهم، لسبب مهم أنها تضعنا اليوم على أعتاب مرحلة عالمية كبيرة جدا حينما نجد من يهتم بالطلاب والطالبات الموهوبين في أعمار مبكرة جدا وبمثل هذه الاستراتيجيات وهذه الدقة. فالأمر يحتاج منا وقفتين، الوقفة الأولى الاستجابة لنداء الدكتور عبد الرحمن بأن كل المؤسسات التعليمية والتقنية والعلمية تقف مع هذه المؤسسة وتتبنى عدد أكبر، والوقفة الثانية أن نظل نحيي ونشكر كل القائمين على هذه المؤسسة ومنها للأجمل والأفضل بإذن الله، ورؤية الوطن ومستقبله تبتسم دائما بمثل هذه الجهود العظيمة. بعد الفاصل مكملين معكم فيها. حياكم الله في الجزء الثاني من يا هلا الذي نبدأه معكم بفقرة الرصد الصحفي لأكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الانترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات بالإضافة إلى المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب يعقوب إسحاق بعنوان نقل كفالة العمالة للحكومة، يقول: نشكو بحرارة من أعداد العمالة غير الماهرة في الأسواق التجارية في المملكة، وتحاول الجهات المختصة الاستغناء عنهم برسائل متعددة بعد إصرار بعض المواطنين الكسالى بالتستر عليهم، وهو الأمر الذي يدفع تلك العمالة إلى إغراء هؤلاء التجار الكسالى
للاستيلاء على العمل التجاري أو المهني مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 10,000 ريال شهريا، وأمام هذا المبلغ الذي يدخل جيبه شهريا دون عمل أو مجهود، حيث إن الوزارات المختصة بمحاربة التستر تواجه صعوبات جمع في محاولتها للقضاء على هذه الظاهرة التجارية التي تؤدي إلى تحويل العمالة الأجنبية مليارات الريالات للخارج، وحيث أن عشرات أو مئات الآلاف من المواطنين السعوديين يعانون من البطالة. أتوقع أن يؤدي نقل كفالات هذه العمالة الأجنبية للحكومة إلى كشف كل حالات التستر وحصول السعوديين العاطلين على أعمال تضر عليهم رزقا وافرا كان ريعه يذهب إلى الخارج في الوقت الذي يحرم أبناؤنا من فرص العمل الوفيرة. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب هاني ظاهري بعنوان أخي المواطن الصالح لا يكرفتونك، يقول في لهجتنا العامية يقال فلان كرفة صاحبه، إذن خدعه وتلاعب به ووضعه في جيبه دون شعور أو إدراك من ذلك الصاحب المخدوع، وهذا ينطبق اليوم على ما تمارسه خلايا الصحوة أو بقايا التنظيم الإخوانجية. تسيد تيار الصحوة الإخوانجي المشهد الوطني طوال 4 عقود مستغلا طيبة الناس وحبهم للدين، حتى جاءت الثورة التدميرية للعالم العربي باسم الربيع الأسود فانكشف خبثه. هل يتوقع عاقل أن تيارا بهذا الخبث تمكن من تسيد الساحة طوال 40 سنة يمكن أن يختفي بين ليلة وضحاها ويستسلم؟ وهل يظن الشخص الذي لديه شيء من الحكمة أن هذا التيار الخبيث لا يملك خطة بديلة تحت أي ستار آخر مختلف عن التستر بالشعارات المحروقة؟ لا يكرفتونك، هذه هي رسالتي للمواطن الشريف والمغرد الوطني الذي قد ينخرط لطيبته وحبه للوطن دون شعور في حملة صحيوانية سوداء على شبكات التواصل. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الرياض بالكاتب دكتور سعود المريشد بعنوان تنظيم اتجاهات وانتظام مسارات السلوكيات، يقول وطن العمل والإنجاز والأمل يعيش أزهى مراحل تحول مكوناته الطبيعية والاعتبارية ومنظوماته العامة والخاصة وكافة قطاعاته الاقتصادية نحو مستهدفات رؤية 2030. وطن كبير بقيادته وعزيز بشعبه وشامخ بتكاتفهما، وطن الطموح يستحق منا جميعا مواطنة مسؤولة، لأن الأهداف المرجو بلوغها والغايات المراد تحقيقها لا يتصور إدراكها إلا بتكامل أدوارنا. إن لكل مرحلة معطيات ومتغيرات وتحديات تستوجب علينا اكتساب أدوار جديدة وفرض سلوكيات رفيعة تهذب طبائع البشر كي تضبط اتجاهاتها وتوجه مساراتها وتحفظ توازنها. فالالتزام والاعتدال والتوازن والانضباط في السلوكيات والمفاهيم عبر التعامل الراقي هو المقياس لواقع المجتمع ودرجة وعيه ونضج ثقافته وعلو ذوقه وحسن أدبه. نتابع رصدنا الصحفي لأخبار السعودية ولكن هذه المرة بلغة الأرقام. $64 مليار استثمارات هيئة الترفيه في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة، 7,200,000,000 ريال تكلفة فاتورة الكهرباء لمنشآت التعليم، 300 مريض بالأيدز في جدة يخشون المصير المجهول، 3 حملات لحماية الطلاب من التدخين، 6 خطوات لإصدار ترخيص شيب المياه. الهيئة العامة للترفيه تطلق رزنامة 2018، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه يخص قناة روتانا خليجية بهذا الحوار. أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم إطلاق فعاليات رزنامة 2018، وتتنوع بين فنية وثقافية وموسيقية،
وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال. وكشفت الهيئة في المؤتمر أنها ستستثمر 240 مليار ريالا في قطاع الترفيه في العشر سنوات المقبلة، وسيتم دعمها من الحكومة والقطاع الخاص. وذكر معالي الأستاذ أحمد الخطيب أن في السابق كان المستثمرون يذهبون إلى الخارج حتى ينتجون أعمالهم لتعرض داخل السعودية، واليوم سيحدث التغيير وسيتم توطين كل ما يتعلق بالترفيه. شكرا لكم في روتانا مشاركتنا حفلنا اليوم إطلاق رزنامة 2018 للجمهور، وانت شفت في الإطلاق الحمد لله يعني بدينا في 2017 عملنا 2500 يوم فعاليات، غطينا تقريبا 25 مدينة، وصلنا إلى تقريبا 7 مليون زائر زارنا. السنة هذه ضاعفنا عدد الفعاليات لأكثر من 2500، وصلنا إلى 54 مدينة ومستهدفين 15 مليون زائر. الفترة الزمنية تعطينا الفرصة أننا نوصل شرائح في المجتمع زيادة، نوصل المدن بشكل أكبر، ونعرض فعاليات بشكل مختلف وأفضل وتلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. السنة هذه الجمهور بيشوف فعاليات عالمية كثيرة نجيبها من برا، وبالإضافة إلى الفعاليات المحلية اللي تمثل 90% من المعروض، ولكن نبغى نجيب فعاليات من برا عالمية بدل ما الناس يروحون لها بيلاقوها جاية عندهم في السعودية. طبعا في ناس معارضين لبعض أنشطة الهيئة، ولكن الغالبية كما نشاهد من الطلب على الفعاليات، أغلب الفعاليات ما كان كل الفعاليات تتغطى تنباع بالكامل ويحضروا جمهور كامل. الهيئة مشرع ومنظم، القطاع الخاص هو اللي قاعد يرفع لنا فعاليات بجميع مختلف لجميع مختلف شرائح المجتمع، وإحنا ننظر فيها ونرخص لهم. القطاع الخاص هو اللي درس الشيء اللي يبغى المجتمع وش اللي يفضل المجتمع يشوفه، فإحنا نحترم جميع الأذواق ونحاول نعرض كل المتاح للمختلف شرائح المجتمع. إحنا كل سنة نتحسن، في عام 2025 راح يكون عندنا بنية تحتية أقوى من اليوم بكثير، والدولة الله يحفظه خادم محمد الشيوعي ولي عهد الأمين داعمين بناء البنية التحتية على أعلى المستويات كإحدى برامج الرؤية 2030. ولما تنبني البنية التحتية راح يكون المعروض أفضل، راح يكون في مدن ملاهي أفضل وأكبر، أعلن عن بعضها زي مدينة ملاهي الجدية في الرياض اللي هي أكبر مشروع ملاهي عالمي في العالم، ووقعت إحدى الشركات العالمية أنها تجي في المشروع هذا اللي هي شركة سيكس فلاجز. 2018 راح تكون مختلفة، وجميع وسائل الإعلام شركائنا للنجاح وشركائنا في الرحلة هذه، وروتانا شاركتنا في كثير من الفعاليات، نشكركم ونستمر إن شاء الله معاكم في العمل، وأكد لكم وأكد للمشاهدين أنهم بيشوفوا سنة مختلفة. شكرا لمعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه على هذا الحوار. ومن هيئة الترفيه إلى الجنادرية هناك حيث أقيم مؤتمر الصناعات الحربية، ونحن نشاهد هذا المجال يتقدم ويتطور ويظهر على السطح بصناعات سعودية في واحد من أهم وأعمق وأقوى المجالات. وما أعظم بهجتنا حين نشاهد في مثل هذه المجالات عبارة صنع في السعودية. أعلنت القوات المسلحة السعودية جاهزية معرضها لدعم التصنيع المحلي أفد 2018 الذي تستعرض فيه المعدات وقطاع الغيارات العسكرية. وقال مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي والمتحدث باسم المعرض اللواء المهندس عطية المالكي إن المعرض يتكون من 5 أقسام رئيسية. القسم الأول يشمل متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية. بالنسبة للعقود، نعم أبرمت عدة عقود أكثر من 700 عقد، وأتكلم بعد المعرض 2016 أبرمت عدة عقود مع المصانع المحلية، وتم التعاقد مع أكثر من 520 مصنع سعودي لديهم القدرة والإمكانات. أما بالنسبة للوظائف
فوزارة الدفاع مثل أي جهة حكومية فيه إجراءات تتطلب من صاحب المصنع عشان أنه يحصل على مستحقات المالية، نظام سعودة وزكاة ودخل وإجراءات حكومية معروفة. كما يتضمن المعرض شركات عالمية لها عقود مع وزارة الدفاع والجهات المشاركة، والجزء الآخر يتضمن جهات حكومية ذات العلاقة للتواصل بين الجهات المستفيدة والقطاع الخاص. عبد المحسن التميمي لبرنامج أهلا الرياض. فخورون حقيقة بالصناعات العسكرية السعودية، وكل التحية لوزارة الدفاع وللقوات المسلحة السعودية. بعد الفاصل مها عبد العزيز، حكاية نجارة سعودية، نعرف تفاصيلها بعد الفاصل. يقولون صنعة في اليد أمان من الفقر، ومعنا شابة سعودية امتهنت كثير من الأعمال التي كانت في الظل، والتي ربما كانت وما زالت بعض ثقافة المجتمع ترفضها، لكنها كسرت هذا الحاجز واستطاعت بالفعل أن تؤثر في المحيط حولها وأن تحقق كثير من النجاحات في كثير من الصناعات اليدوية مثل النجارة والسباكة والحرف اليدوية المختلفة. سنعرف كثير من التفاصيل معها هنا في الاستديو. مها عبد العزيز، مها حياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا، حياك الله. ما جبتي لنا شيء مها معك؟ يعني شيء ممكن نحطه كذا في الاستوديو؟ قدرت جبت الدريل معي، أهم شيء. أكبر صديق هو. طيب وش مسوين في الاستوديو ذا؟ ممكن نعلق لكم إذا لوح أو محتاجين شيء ما عندك. طيب الله يعطيك العافية. مها علمينا كيف بدت معك الحكاية، وش أبرز الحرف اليدوية اللي أنت اليوم صرتي ماهرة فيها واستطعتي تؤثرين؟ والله الحكاية هي من الطفولة هواية. أو ممكن تقدر تقول شغف. حولت من الثانوي العام للثانوي المهني. درست سنة ثانوي عام بعدين حولت بعدها للمهني. المهني صراحة شيء جميل، شيء حلو، يعني الواحد يفرغ فيها طاقات. بعد المعهد المهني خلاص أنا متجهة للمهني، يعني بالبيت وأشياء بسيطة كذا على شوي شوي. سكروب على مطرقة كذا تجمعت عندي عدة وبدينا، وأنا أعتبر نفسي للحين مبتدئة. طيب أنت قبل التحويل للثانوية المهنية أو للدراسة المهنية كان الموهبة عندك، أو خلينا نقول الشغف بهالموضوع؟ أيوة يعني يلفت انتباهي دائما العمالة وهم يشتغلون. طيب وش اللي تعلمتيه في التعليم المهني؟ المهني كان عندنا ثلاث أقسام، كانت تدبير منزلي اللي هي المطبخ، وكان عندنا خياطة، وكان عندنا أعمال فنية في مجال الأعمال الفنية. بس كنا والله نسوي أشياء كبيرة، يعني نقص قزاز وأشياء كبيرة شوي. يعني أضافت لك كثير أشياء ما كنت تعرفينها من قبل؟ ما أدري، يمكن حركت عندي أشياء كانت بسيطة بالبيت، كنت أرسم على الجدران بالبيت وأدف دولاب أغير مكان سرير بغرفتي نفسها. ممكن الثانوي المهنية زادتني شوي، وبعدها أنا خلاص حبة على حبة. طيب بعدها على مستوى الدراسة كملتي دراسة مهنية ولا؟ لا للأسف، تغذية وعلوم أطعمة. طيب. لأن المجال المهني أنا كتدبير منزلي على طول يحولني للتغذية. طيب وش أبرز المهن اللي أنت، الحرف اليدوية اللي أنت أتقنتيها؟ لا والله الحمد لله بفضل الله أتقنت النجارة، أقدر أدبر نفسي يعني بأشياء كبيرة. سويت مكتبة بالبيت، سويت أي شيء بالبيت أنا أقدر أسويه، ما أنتظر أنه يجيني عامل يخدمني فيه. لا إذا أشياء ثقيلة أنا ما أقدر عليها ممكن نستعين بعمال من برا، لكن طيب تحت إشرافي. طيب لما بدأت الموضوع على السناب شات، السناب كان نقطة تحول كبيرة جدا. وصفي لي نقطة التحول هذه كيف كانت، وين بالضبط في تقبل الناس، في معرفتك بمواهبك، في إيش بالضبط؟ أنا بالبداية ما كان لي رغبة بسناب صراحة، يعني عموما ما كان لي رغبة فتحة سناب، لكن والله من الأهل حرام، يعني في بنات يحتاجون يتعلمون هالأشياء يستخدمينهم، وأنت ما راح تكسبين لدعوات من البنات. لما فتحته والله توقعت أنه في يعني ردة فعل يعني معاكسة، طلع العكس، طلع البنات حبوا هالشيء وأبدعوا وصاروا يرسلوا لي مقاطعهم إنتاجهم، يسوون أشياء كبيرة، يعني لحد واحدة فكك البلاط حق الحوش بتحول الحديقة، واحدة دهنة جدار ومركبين ورق حائط، يعني كل هذه استغنت عن العمالة، وفرت ميزانيتها.
كلها ببيتها. أنا ما أدعو أنه الوحدة تشتغل برا، لا، داخل البيت. إحنا هذه المهن والحرف نبغى نشتغلها داخل بيوتنا، أبغى أستغني عن العمالة. طيب وإذا اشتغلتها برا عندك إشكالية في الموضوع؟ والله إذا كان المكان يعني محافظ أو مكان يعني مكان يعني بيئة كويسة مناسبة للمرأة السعودية، ليش لا؟ بالعكس، يا ليت. طيب جميل. طيب التأثير اللي صنعتيه على المتابعات بالنسبة لك كان تأثير كبير وواضح؟ كثير منهم تغيرت نظرتهم؟ كثير كثير كثير. بالبداية أول ما بدينا كان في بعض المعارضات، يعني هذه أعمال رجالية أو أشياء خاصة بالرجال، مو المفروض إحنا نفقد أنوثتنا فيها. لكن أنا ما أشوف أنها تأثر على الأنوثة أبدا ولا علاقة، والأنوثة أساسا مفهوم ثاني غير اللي إحنا فاهمينه، أنها عدة أو شيء زي كذا، ما لها علاقة العدة بالأنوثة. وش اللي كيف تفرق؟ الأنوثة صراحة احترامك لنفسك، الوحدة بالحيائك واحترامك لنفسك أنت هنا وأنثى. لكن الأشغال والأعمال، الأشغال ما لها علاقة. طيب بالموضوع أنت ليش كنت تتوقعي أنه ممكن تكون في ردة فعل معاكسة؟ هي بدت ردة فعل معاكسة بسيطة، لكن تغيرت نظرتهم. وفي كثير كانوا يقول إحنا زيك لكن كنا نستحي من المجتمع وخايفين من ردة الفعل، لما شفناك شجعتينا تحمسنا. كانوا أهلنا ببيتنا يرفضون هذا الشيء، اللي زوجها واللي إخوانها واللي أهلها كلهم معارضين هذا الشيء، لكن لما شفناك تحمسنا أن نطلع يعني مهاراتنا قدامهم ما علينا خلاص. جميل. طيب مها، أنت على المستوى الشخصي كيف كانت البيئة المحيطة فيك في البيت ومن طفولتك إلى وصلتي؟ والله المحيطة بالبيت الوالد عامل داخل وعامل طالع، وأنا من صغري بينهم، فخلاص صرت عايشة مع العمالين تقريبا. أما لجاء عامل تقني مركزة على شغلته، إيش قاعد يسوي هو؟ يعني أركز بذمة وضمير خلاص، يعني كيف قاعد يسوي بعدها خلاص. الحين لو يجيني عامل بيلعب علي ما يمدي، يعني خلاص عارفة الشغلة. وشلون بيلعب عليك؟ يلي تكشفين هالموضوع فعلا في غش في الموضوع ذا كثير، والأمور أسهل مما نتخيل. في بعض العمالة يجيك يقول مستحيل أنتوا تسوونها أساسا. الحين لو أنا بروح أشتري قطع أو بشتري شيء، دائما نظرة الازدراء أو نظرة الدنيا لنا مو معقول، يعني انتوا او شيء كسعوديين مثلا او كنساء يعني بشكل اخص، بعد انك انت بتسوين هذا بتركبين باركين مثلا او بتركبين ورق حائط وتطلعين على السلم وتنزلين، يعني يستغربون اذا قلت انا اللي بركبها ما احتاج عامل، لان يعني دائما يقول لك تاخذين القطع تحتاجين عامل، فانا اقول لا ما احتاج عامل. طيب وش الغش مها اللي كان يصير في الاسعار، في طريقه التنفيذ، في ايش؟ بالاسعار وبالتنفيذ. يجيك عامل اساسا ما يعرف، هو جاي يتدرب عندنا، يدرب علي وعلى غيري وعلى البيوت كلها. فيجيني هو مسوي نفسه فاهم، انا اول ما اشوف شغلته انه مو فاهم الصنعه مسك الباب وكمل شغلتي انا بنفسي. طيب وين بالنسبه للاسعار، في مبالغات فعلا في اللي جالس يصير وتنفيذها اسهل؟ اساسا هو يجيك البيت يعني بياخذ منك حق مشوار، سواء اشتغل او ما اشتغل. ما تفرق معاه، يعني جاي ماخذ منك يعني حق مشوار، يعني ليش انا اجيبه اساسا وانا اعرف الشغله وبسيطه وممكن اتعلمها؟ مصادر التعليم الحين مره متوفره، بقى انا قاعد اتعلم ذاتي. انت كيف خلاص احنا عرفنا انك في الثانوي تعلمتي مهني، بعدين كيف مارستي التعلم الذاتي؟ لا الحين التعلم الذاتي عن طريق يا اليوتيوب يا متابعه العامل نفسه، اذا جاني عامل شاطر تلقاني فوق راسه انا. قاعد اراقب انا ايش قاعد يسوي، المره الثانيه خلاص ما احتاجك. وصير تعرف الشغله. اخر مره سويناها جبنا عامل جلي بلاط. طيب. وقفت معاه حبه حبه خطوه خطوه. الحين لو انا بجلي بلاط ما احتاج اجيب عامل مره ثانيه. يعني ال2000 اللي سلمتها هي حطها في جيبي. وانا اوفر الادوات، يعني اماكنها معروفه عندنا بالرياض ما يحتاج، واروح اوفرها وخلاص انا اشتغلها انا. طيب صدرت الموضوع، يعني قدرتي مثلا انه تعملي بعض الاشياء في النجاره ولا غيرها وتبيعينها؟ لا 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 ما فكرت بهذا المجال. طيب ليش ما فكرتي فعلا انه الموضوع يتحول الى عمل بالنسبه لك والى محل والى يعني شيء اكبر من انه يظل بس في البيت؟ ما ادري، يمكن انا ما قدرت مثلا اركز على مهنه معينه، في كل مكان تلقاني ماخذه شيء في من كل بحر قطره، فماني محدده مهنه معينه اني امشي فيها، هذا اللي يمكن مخليني مشتتة. وش ابرزها؟ خلاص خلينا من موضوع النجارة، وش الأشياء الباقية مها؟ سباكة، تغيير أفياش الكهرباء، نسوي توصيلات كهربائية، نسوي عدة تدوير لبعض قطع الأثاث، تنجيد الكنب. تنجيد الكنبات كثير الناس يتخلصون منها، فنشوف أنها لو تتعلم السيدة كيف تنجد الكنبات مرة شيء جميل. سهل الموضوع؟ سهل جدا. اشرحي لنا هالفكرة، اختاري لنا فكرة من الأفكار اللي جالسة تقولينها لها علاقة بالبلاط، بورق الحائط، بالكنب، واشرحيها لنا. أنا بشرح لك إياها زي مثلا كنب. إيه. قطعة قماش وسفنج. السفنج إذا كان منهري أو خلاص يعني فايت وقته من كثرة الاستخدام، ممكن أبدله. أبدل الإسفنج بالدباسات وأشياء بسيطة، ودهان على الخشب إذا فيه خشب بارز، إذا الخشب الكلاسيك هذا الكلاسيك. إيه بس وش الخطوات مها؟ إنك تجيب الإسفنج وتجيب القماش وتجيب الدهان. إيه.
خلاص وانا اشتغلها. كيف تشتغلين؟ كلها عبارة عن دباسة ترى ومقص، يعني ما فيها أدوات، ما في أدوات إنها أنا أحتاجها بشتريها. إيه؟ كلها دباسة بعشرين ريال ومقص، ما أحتاج أشياء ثانية. طيب الناس بالذات النساء اللي ممكن يخافون من الجودة من الإتقان، إنه أنا أخرب الدنيا وما أعرف أشتغل خربوا لنا العمال واجد. إيه؟ ظاهر يعني كل بيت فيه عامل مخرب شيء. إيه؟ إيه فلو خربت أنا أولى من العامل اللي خرب، خلني أخرب وأجرب وأعيدها وأجرب مرة ثانية لين تزبط معي. طيب الفئات العمريه اللي متاثره في كل اللي نشرتيه كيف توصفينها؟ شباب، عفوا شابات، كبيرات، كيف؟ والله الكل، الكبيرات حتى يقولون ليت بناتنا ان شاء الله يطلعون زيك. الكبار يعني حتى الكبار اثرنا فيهم وكانوا يعني يتذكرون ماضيهم، وكنا نسوي لكن كنا ما نطلعها برا البيت، ما حد يدري عننا داخل بيوتنا. يعني سيده سعوديه ما شاء الله تبارك الله يعني من اصلها كويسه، لكن تحتاج احد يدعمها او احد يقولها اوكي انت صح. طيب الحين انت يا مها عندك موهبه من البدايه، دخلتي تعليم مهني وخرجتي في الحكايه. هذا الموضوع ما اظن انه يتطلب موهبه بالدرجه الاولى. صح. اللهم حب للشغله وتعلم وتتقنها. صح صحيح. طيب وين الاماكن اللي اليوم موجوده عندنا في المجتمع سواء على المؤسسات الرسميه او الخاصه اللي ممكن البنات او حتى الشباب يتعلموا فيها هذه المهن؟ للاسف ما في، للاسف ما في. انا لو فيه انا يعني تركت سناب على طول ورحت اتجهت له. ما في مجال ان الواحد يفرغ طاقته. نتمنى في اكاديميات تدعم البنات، نتمنى في اكاديميه فيها اقسام كثيره وورش كثيره ومجالات متعدده، مو مجال لا نجاره ولا حداده ولا شيء. انت لو تاخذ صنف واحد تشوف مثلا عالم الحديد الحداده، احنا على بالنا ان تيوبات تتجمع بالحام وخلصنا. ندخل مواقع، انا ادخل مواقع اجنبيه اشوف عالم الحداده اشكال والوان، يعني يبدعون من الحديد اشياء كبيره فيها فن، يعني فيها فن، أشياء رسومات تنقص بالحديد إحنا ما عندنا للأسف. طيب يعني مؤسسات التدريب المهني والتقني ما تشوفين إنه فيها تخصصات على مستوى الميكانيكا مثلا، الكهرباء كذا، قدرت إنها ممكن للشباب بس البنات ما في، ما أعتقد إنه حتى للبنات مفتوح الأقسام، بس ما أعرف بالضبط وش الأقسام. مفتوح الشعر والميك اب، أنا هذا اللي سمعت فيها. أيه؟ في دورات الميك اب وفيه للشعر وفيه الكلية التقنية عندهم. لكن كمهنيات زي كذا نجارة وحدادة وسباكة. أيه؟ لا للأسف ما في. طيب بصراحة مها حطينا في حكاياتك، وش أصعب المواقف أو خليني أقول أبرزها اللي مرت عليك في هالموضوع في البدايات الآن مؤخرا، وش أبرزها؟ الصعوبات قصدك؟ أي والله ولله الحمد ما في صعوبات. يعني سويتي عمل وطلع غلط، تعرضت لإصابة معينة، أي شيء؟ الإصابات معروفة أكيد، يعني أي شخص يعمل لابد يعني بتلقى أثار صنعته في يده. عموما الخياط دائما غزة الإبرة في يده. أي شخص يعمل لازم فيه أثار. لابد أنها واجهتني، بس صراحة ما تحضرني حاليا يعني، بس كل صعوبة فيها تجاوز الحمد لله. طيب على المستوى الأسري اللي كان محيط فيه كنت تتابعين العمالة وتشوفي ايش يسوون وتعملي مثلهم. العائلة كانت مشجعة لأنك تدخلي هذه الأعمال ولا كانت لا معارضة وأنه يا مها وش لك وش الوجع الراس؟ لا والله بالعكس عادي، أنا أغلب خواتي كلهم عندهم دريلات. كلهم عندهم، ما عندهم أي مشكلة، كلنا نشتغل يعني. لكن ممكن أنا طورت شوي، كيف صرت اطور، شفت اشوف المواقع الاجنبيه ايش عندهم، ايش نسوي، كيف اصلح. صار عندنا مشكله قبل فتره تكييف، تنقيط المويه من التكييف. أي. صلحتها، السناب كلهم صلحوا مكيفاتهم غسلوها، يعني حاجه بسيطه. احنا كنا ندفع على المكيف 550 ريال تنظيف المكيف، فصلحناها بانفسنا وصارت حاجه بسيطه ما تستاهل يعني. ولما تنشر الموضوع هذا للناس انت تنشر ثقافه حقيقه مهنيه جيده عند الناس. الحمد لله. طيب يتقنونها ولا يرجعوا لك في اسئله كثير؟ في يرجعون، بس قليل اللي يرجع، لان انا اعطيتهم مصادر. انا اقول لهم انا ماني مؤهله اني اعطيكم كل المعلومات، مو ذاك اللي انا محترفه بهذا الشيء. يعني انا بس دعم لكم انه نقدر ترى نسوي، لو بحثنا راح نقدر. انا قبل لا اصلح مكيفي دخلت اليوتيوب. شفت مقاطع اليوتيوب كيف يصلحونه، شفت انه سهل قلت اجرب. طيب ما تخافين مها انه مثلا هذه المقاطع الموجوده على الانترنت بعضها صحيح وبعضها غير صحيح وممكن يوديك بداهيه؟ لا انا اشوف فنيين، ما اشوف اي احد. ايه؟ اشوف شخص فني فاهم فيها يعني محترف، اشوف شركات مثلا نزل مقاطع انه شغلهم، وبعدها نبدا نشتغل. ممتاز. مها اذا جينا نبغى يعني عشان نلحق في الوقت، نبغى نجمل نقاط التعليم الذاتي اللي اليوم انت تنصحي فيها سيدات البيوت ولا الشابات في منازلهم انهم يتبعونها، وش تقولي لهم بالترتيب؟ اول شيء وسائل التواصل الاجتماعي هذه تراها تعلم. الحين انا ضايفه كثير ناس يعني مهنيين وحرفيين
على نجار، على سباك، على دهان، على كل هذول يعلموني، كلها مصدر تعلم. واكثر شيء هي الحين في يديننا اللي هو الجهاز، الجوال ما خلى شيء، يعني السوشيال ميديا. حلو. اليوتيوب نفس الشيء، مقاطع كامله وواضحه وفيها تفصيل. البرامج مثلا، في برنامج اسمه بنترست، هذا ممكن نحمله وناخذ منه افكار، عالم الافكار. حتى انا بالدورات التدريبيه اللي اعطيها اوصل البنات عليها، اشرحها لهم، فاقول لهم ادخلوا عليه. يعني اي حاجه لو تكتبين كونكريت اللي هو الاسمنت، بيطلع لك عالم الاسمنت، تقدرين تسوين صناعات كثيره بالاسمنت، قوالب وقاعدات واشياء حلوه بالبيت، يعني كبنات صغار ثانوي حلوه لهم. جميل. الحلو في الموضوع انه ينتقل من الاعمال الاساسيه الى كماليات او اشياء ابداعيه. أيوة. انت تقدر تبتكريها. طيب كلمينا عن الدورات هذه، وش حكايتها؟ الدورات هذه صار فيه تنسيق ما بين، يعني دعوني لجامعه الامام محمد بن سعود. أي. صار فيه شراكه مجتمعيه، فسنسقوا مدارس، كم مدرسة كذا نروح لها بالأسبوع مرة، كل أسبوع وأعطي دورات البنات الثانوي. حلو صراحة، استمتعوا مرة البنات، وردت فعلهم مرة كانت حلوة. يقولون ما توقعنا في يوم من الأيام تدخل علينا واحدة بدريل تعلمنا كيف نستخدمه. وش حكيت مع الدريل؟ ما أدري، أنا أحسه يعني أهم أساسي. الدريل هو أساسي، لأني أي بيت أدخله أحصل لوحة مسندة على الجدران تنتظر العامل يجي يركبها. لا، العامل يا زوجها يركبها أو أحد. يعني الدورات هذه مستمرة أنت فيها أسبوعيا ولا إيش؟ هذه الفترة كل أسبوع عندنا دورة مدرسة في الرياض. في الرياض. لكن ما جربت أنك تعطي دورات خارج الرياض؟ لا لسه. كيف كان تأثر الطالبات اللي يتلقون هذه الدورة؟ مرة لأنه مرة أنت تتكلمي على مراحل عمرية مبكرة. إيه صار هم أكثر ناس، أكثر فئة عندهم وقت فراغ. وقت الفراغ لو ما أشغلنا وقت فراغهم بالخير راح يشغلهم بالشر. فأنا حلو لو عبيت وقت فراغهم، حتى لو هم بنات، دائما البنات دائما يقولوا لهم عيب عيب عيب. نعم. فلو عبيت وقت فراغهم أشغال زي كذا داخل بيتها، ما يعني صار عندها وقت انها تشغل نفسها بشيء. جميل. مها، بترك لك مساحة أخيرة تقولي فيها اللي في خاطرك، الرسالة اللي حابة توجهيها اليوم للشابات السعوديات. والله أول شيء يعني تبعد عن كلمة هذه عيب أو أنه ما يصير، أنت بنت يعني أرق من الأدوات هذه. هذه شيء جانبي. إن شاء الله السيدة عندها قوة داخلية، قوة كامنة أنا أسميها، تقدر تظهرها متى ما بغت متى ما حبت. شيء ثاني، أتمنى أنه يصير لنا أكاديميات أو مكان نجمع فيه، يصير فيه لنا مثلا فريق عمل، أن نشتغل مع بعض، كل واحدة في مهنتها، كل واحدة بحرفتها، يعني حرف متنوعة كذا نكمل بعضنا بإذن الله تعالى. مها، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستديو، والله يقويك في كل أعمالك. شكرا لك. الله شكرا جزيلا. الشكر لكم أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من يا هلا. بعد الفاصل الزميل يحيى الأمير يواجه في يا هلا المواجهة الباحث الشرعي عبد الله العلويط، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.